يستقبل ضيفا يعرفه كل من يسكن تحت سماء الهند عضو رابطة العالم الإسلامي التابعة لمكة المكرمة ورئيس جامعة علماء الهند الشيخ أرشد المداني حفظه الله ورعاه. وإننا قد جمعنا نحن أصدقاء البنجاليون لنطبخ طعاما بنجاليا شهيا لذيذا يشتهيها كل من يسمعها. أيها الإخوة، الآن نحن نستعد لطبخ الطعام وأنتم تشاهدون ونتكلم مع الطباخ الماهر الذي قد جاء إلينا من بلادة بنجال. نحن نريد أن نطبخ طعاما بنجاليا الذي شهور بين أقطار الهند بالطعام البنجالي. فإلى أي شيء نحتاج لطبخ ذلك الطعام؟ أين عبد الرحيم وعبد الكريم؟ تعال. سأجهز طعاما شهيا إن شاء الله في خدمتك في أقرب وقت ممكن. الوقت قليل. وأين المساعد؟ لديك. نعم. وأين أخوك؟ يا أخي الوقت قليل، أنتم تذهبوا إلى السوق وتشترون ما نحتاج في الطبخ. أنتم مستعدون؟ نعم. أكتب الملح، الأرز، السمك الذهبي والشمشي، أكتب الكمون وكذا وغير ذلك من الأشياء، الحليب واللبن والفواكه والثمار، أي نارجيل وكذا تماثيل وكذا وغير ذلك. عجلوا عجلوا. اللحم والسمك. السمك واللحم، لحم البقرة واللحم المفروم، كل ذلك. عجلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تريد أنتم؟ ما عندك شيخ؟ عندي أسماك مختلفة بقيمة رخيصة التي نأتي به من بنجلاديش 500. 500؟ نعم نأتي به من بنجلاديش. 1 كيلو 500؟ لا لا تنزل في القيمة. نعم أتوقع. لا تعدي، لا أنا أشتري السمك. لا تعدي. انزل في قيمة وبعد إن شاء الله سأشتري. 500 فقط. لا بس. كم كيلو؟ 1 كيلو. 1؟ لا. ما هذا؟ لحم؟ هل عندك لحم؟ ايش لحم؟ لحم الغنم موجود؟ لحم البقرة؟ لحم الدجاجة؟ نعم. كم قيمة؟ 100 ربيع. كيف تقول هذا؟ ليس ما تقول. لا بس. نعم. في هذه الأيام يغلو. نعم لا بس. كم كيلو؟ 1 كيلو. ما أي شيء تبغى؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله. ما عندك؟ توابل موجود. توابل؟ كركم موجود؟ نعم. بنزة الفوفل؟ نعم. بعد ملح ملحون؟ نعم. ما شاء الله. وبعد قافل لكم؟ نعم موجود. وقرن الفنون؟ موجود. كل شيء؟ نعم. ما شاء الله. نعم أعطيني. كم كده؟ 500. عالية. لا بس لا بس عادني عادني كل شيء. كيلو. نعم. أي شيء بقي؟ خضروات. نعم. السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بلال؟ وعليكم السلام. ما عندك؟ ما هذا طماطم؟ كم قيمته؟ إيش هذا؟ وما هذا أليس عندك دباء الهند وبعد بطيخ دباء؟ لا سيل. لا بس طماطم اعطيني وبطاطس وليمون وفلفل وبطيخ ودباء والهند ودباء كل شيء. كل شيء. وبعد؟ نعم. بعد ذلك؟ نعم. الثمار. ما شاء الله. لوز موجود؟ لا اهتم بكم يا شيخ. لوز وبعد اناناس
نعم نعم كل شيء موجود. هذه تفاح موجود؟ هذا لا بس اعطيني كل شيء اعطيني. كم روبيا؟ 100 روبيا؟ لا بس لا بس. السلام عليكم. ارسل مني عليها ارسل مني عليها. السلام عليكم. سمن سمن السمن مل مل زيت وقافلة هذا نعم خلصون إذن أيها الحاضرون أعددنا الطعام الآن سيزوركم ضيفنا الكريم الشيخ أرشد المداني. مرحبا بك مع شروق كل شمس وغروبها. مرحبا مع عدد النجوم في السماء. مرحبا حين تتلاوم أمواج البحر. مرحبا حين تتقاطر قطرات الندى على الأنهار. أيها الإخوان أنتم قد شاهدتم وزرتم شيخنا الكريم الشيخ أرشد المداني. الآن سينصحكم نصيحة غالية. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله كل شيء على ما يرام. نحن نريد لا يسر أن هؤلاء الطلاب قد حضروا من حوالي 17 بلاية للمساهمة في هذه الدورة التدريبية المنعقدة في رحاب الجامعة تحفيظ القرآن. فنريد منك أن تنصحنا نصيحة غالية التي تصحبهم في طريقة تعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة في الله، في الأيام الحاضرة الأمة المسلمة تحتاج أن تكون دعاة قادة للحفاظ على الأمة المسلمة، ولا أقول أكثر من ذلك إلا ثلاث نكت. تكون أولا دعاة قادة للحفاظ على الأمة المسلمة لا سيما للغة العربية، ومع إخلاصكم وشاركوا على الدورة التدريبية للحفاظ على اللغة العربية. والوقت لا تجيزني أن أنصحكم أكثر من ذلك، وما علينا إلا البلاغ. ما شاء الله بارك الله في حياة الشيخ، ويوفقنا أن نستفيد من هذا الشيخ عبر حياتنا.